إذن هذه أسباب نصرة الأمة وعزة الأمة، وهذه أسباب تراجع الأمة. والله أريد أن آتي لكم كيف فهم الصحابة الكرام. يعني قد يقول قائل فقط أنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم اللي فقط أبدعوا، وهم الذين فهموا هذا الفهم الصحيح، وغيرهم يعني لم يفهم ذلك. نقول لكم لا، هناك كثير من علماء الأمة وحكام الأمة في تاريخها السابق فهموا هذا المضمون على مستوى الحكام، على مستوى الخلفاء، على مستوى العلماء، على مستوى القادة في الجيش، على مستوى الإنسان العادي، فهموا هذه التعاليم وهذه المبادئ الراقية والرائعة في ديننا العظيم. فهذا يعني في ولاية عمر بن عبد العزيز جاءه يعني وفد من سمرقند، أحد القادة، وهو يعني قادة دخلوا على سمرقند، وقتيبة كان قائد الجيش، دخلها عنوة بدون ما يعطي أمر، بدون ما يعطي تنبيه لأهل سمرقند. فأهل سمرقند لأنهم يعلمون عن سماحة الإسلام ورقي تعاليم الإسلام ورقي أصحاب يعني هذا الدين العظيم، ذهبوا وفدا إلى عمر بن عبد العزيز وشكوا ذلك القائد، قائد جيش المسلمين قتيبة. ما الذي حصل؟ أرسل عمر بن عبد العزيز إلى قاضي اسمه جميع بن حاضر الباجي، أرسل له رسالة وقال له اجمع وحقق في المسألة، فإن كان قتيبة يعني كما يقولون فأمره أن يخرج بالجيش من سمرقند. الله أكبر. وعندما تمت المحاكمة في يعني من هذا القاضي، كان حكمه أن أهل سمرقند على حق، وأن القاضي قتيبة، أن القائد قتيبة قائد الجيش لم يكن منصفا، لم يكن يعني اتخذ القرار الذي يتواءم مع تعاليم الإسلام العظيم، فأمره أن يخرج. فعندما رأوا أهل سمرقند هذا الأمر يعني استغربوا، يعني من يفعل ذلك؟ القائد المسلم يخرجه قاضي مسلم، لأنه لم يعني يأتي كما وضع له في مبادئه التي يؤمن بها، أنه يجب عليه أن يعطي أهل سمرقند الفرصة، وأن لا يأتيهم يعني على حين غرة، وأن يباغتهم، وأن يدخل عليهم وعلى رجالهم ونسائهم وأطفالهم وكثيرة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، بالله عليكم يعني اسمعوا هذه القصة وهذا الموقف الرهيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الشيخ الذي أعاد أيضا للإسلام بريقه وتجليه ورفعته. عندما أتى التتار وأخذوا بعض الأسرى من المسلمين وغير المسلمين الذين في بلاد المسلمين، ذهب ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله خيرا إلى أمير الجيش وقال له أريد أن تفك الأسرى. فالأمير قال له احنا بنعطيك المسلمين فقط، نعطيك المسلمين، نعطيك ماشي، بعد طبعا جدال ونقاش طويل. فكانت يعني كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه فهم دستور المدينة ووثيقة المدينة وفهم النصوص على حقيقتها وبروح النص وكيف هو الإسلام العظيم يفهم، فقال ابن تيمية لابد من افتكاك جميع الأسرى من اليهود والنصارى أيضا الذين هم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. الله أكبر. يعني مش راح أخلي لك لا من أهل ملتنا ولا من أهل ذمتنا، أنا بدي إياهم كلهم، المسلم ابن ملتي والمسيحي واليهودي الذي هو في ذمتي. هكذا فهم الإسلام العظيم أيها الإخوة. فلماذا نحن بعيدين عن هذا الفهم؟ هذا ابن تيمية. وقبل قليل شفنا العالم المالكي شهاب الدين، ورأينا كمان ابن حزم الظاهري كيف كانوا، وكل علماء الأمة على هذه الشاكلة عندما فهموا الإسلام العظيم الفهم الصحيح لمراد الله سبحانه وتعالى ولمراد الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك قصة جميلة، يعني دعونا نذهب إلى لبنان، قصة سكان لبنان وعاملها علي بن عبد الله بن عباس. عندما يعني أثاروا عليه ما بدهم إياه، سووا عليه يعني هيك إشكال ما بدهم إياه لأمر ما، فهو فرقهم وجلاهم يعني أبعدهم.
فما كان من الإمام الأوزاعي رحمه الله إلا أن أرسل رسالة شديدة اللهجة. شوف كيف العالم عندما يكون عالما له أثر. أرسل الإمام الأوزاعي له رسالة عنفه فيها، قال: هؤلاء أبناء ذمتنا وإخوتنا في الإنسانية، كيف تجليهم؟ كيف يعني تبعدهم وتفرقهم؟ وبعد ذلك أعادهم إلى ديارهم. شوف العالم عندما يكون صادق، عندما يكون يخاف الله سبحانه وتعالى له أثر. أين أثر علماء الأمة اليوم إلا من رحم الله؟ آلاف من العلماء أين أثرهم اليوم في الأمة؟ أين أثرهم في تغيير هذا الواقع؟ لماذا نهتم بالأمور البسيطة التي ليست لها علاقة برفعة الأمة ولا بقوة الأمة؟ نهتم في للأسف كما قال أخونا إسماعيل في المساجد، يعني بنظل نحكي وندور ونظل نحكي وندور في نفس المكان، وكأننا نلعب في يعني جرة مرمية في صحراء وفي قمة وعمق الصحراء، لا أحد ينظر إلينا ولا أحد يلتفت إلينا للأسف، لأننا ابتعدنا وتراجعنا عن هذه الفهوم الصحيحة. فجزى الله سبحانه وتعالى من يريد لهذه الأمة مهما كان أن يأتي بهذه المبادرات الجميلة كما قلنا. وهناك مبادرات تأتي من علماء أفذاذ ومن حكام يعني في الدول العربية، مبادرات لرفعة الأمة، فعلينا أن نكون مع هذه المبادرات، وعلينا أن نفهم هذه المبادرات، وليس فقط أن نقرأها، المهم أن تفعل وتعمل ما فيها. يعني كما فهم العلماء هذا الدستور في المدينة المنورة الذي وضعه الحبيب عليه الصلاة والسلام وساروا عليه وطبقوه بحذافيره، كيف تحترم الآخر وتحترم أخوك المسلم وغير المسلم، تحترم العالم، تحترم الحاكم، تحترم أخوك في الإسلام، تحترم أخوك في الإنسانية، لك أن تشترط عليه وتشترط له أن تعطيه حقه وأن تأخذ حقك. هكذا كان الإسلام، وهكذا نريد من علماء الأمة أن يعودوا بأمتنا إلى فهم صحيح للإسلام. هناك قضايا كثيرة جدا، ونحن نشاهد كيف يعني بدأ الصادقون والذين يخافون الله من العلماء بدأوا يعني يعطوننا من هذا السر العظيم لديننا وهذا الفهم الجميل بعض هذه التحف. ومعنا اتصال ونكمل. ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم. الله فيك شيخ باسل، دكتور باسل، والله يعطيك الصحة والعافية ويحفظك ويحفظ قناة نورمين الغالي على قلوبنا، اللي بتيح المجال لأحبابنا وإخواننا بالله إنهم يحثون في كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. بداية نقول اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد قدوة لكل المسلمين الموجودين على هذه الأرض، هو الذي علمنا الأمانة والإخلاص والمحبة والوفاء والسعادة بين الزوجين وكل متطلبات الحياة، سبحان الله العظيم، اللهم صلي عليه. اللي يكون فيه له نظرة فيها، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. احنا بنلاحظ في أيامنا الحالية انه صفات الرسول عليه الصلاة والسلام هي موجودة عند المؤمنين الذين يخافون الله ويخافون رسوله، وطبعا من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة إذا ذكرها من قلب خالص ومحب لله ولرسوله. بنلاحظ في هذه الأيام إنه الإخلاص انفقد، انفقدت الغيبة والنميمة أصبحت بين معظم الناس الموجودين في هذه الدنيا للأسف، الحسد، الكراهية، حتى إنه الأخ يا سيدي بطل يحب أخوه للأسف، حتى إن صار الإبن ما يرد على أبوه، حتى وكذلك المشاكل الزوجية. ليش؟ لأنه انعدم فيها عنصر الصدق كما ذكرت من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الصدق. لو الزوج بصارح زوجته وبيحكي معها في منتهى الصدق وفي منتهى الأمانة، والله ما بصير مشاكل نهائيا. لاحظ في هذه الأيام نسبة الطلاق زادت، نسبة العنف الجسدي زادت، حتى الاعتداء على الأطفال زادت، الاعتداء على البنات زادت. اليوم كنت في اجتماع في مدرسة المدارس في السلط على أساس تجمع الشباب في مدارس في أمام المدارس، مدارس في مدينة السلط. طبعا هذا الشيء ما الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا في هذا الشيء، إنه الإنسان يغض بصره. الشباب طالما إنه الأب والأم
غير متدينين وما في عندهم واسع ديني، بتلاقي الشاب بتلاقيه بهرب من المدرسه وبيجي بجانب مدرسه البنات للأسف. وبتلاقي بصير يعاكس البنات ويحكي كلام مخل بالاداب والاخلاق والقيم الانسانيه التي اوجدها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. والمهم بما معناه انه كوننا لجنه على اساس نروح لمحافظ الصلب ونطلب منه انه يوقف لنا شرطي في باب هذه المدرسه، لان المدرسه بتضم اخواتنا وبناتنا وبنات جيراننا. وطبعا لازم يكون الاغاره على كل بنت حتى لو كانت من جارنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا الوفاء، ان نكون وفيين لجيراننا لاحبابنا لاقاربنا لاحبابنا. والله يا رب يعطيك العافية ويقويك يا شيخ، وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك أخي الكريم ويكثر من أمثالك. حقيقة يعني هذه يعني دعوة لأبنائنا وبناتنا وللأباء والأمهات أنهم ربوا أبنائهم على تعاليم الإسلام العظيم، أنه يحترم الآخر، وكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حقيقة يعني تعليقا على أخونا الله يجزيه الخير، نقول: إذا مات القلب ذهبت الرحمة، إذا مات القلب ذهبت الرحمة، وإذا مات العقل ذهبت الحكمة، وإذا مات الضمير ذهب كل شيء. نحن بحاجة إلى أن يعود هذا الضمير لقلوب الأمة، لقلوب أبنائها وعلمائها وفقهائها وحكامها الحاكم والمحكوم، أن يعود هذا الضمير الإيماني الحقيقي الصادق كما أراد الله سبحانه وتعالى. عندها عندما يعود هذا الضمير بهذا الفكر وهذا الفهم، عندما يعود الضمير إلى أصحابه بشكل حقيقي وصادق، تنتصر الأمة وتعود الأمة إلى عزتها وكرامتها. كلمة أخيرة أريد أن أقولها: إن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الله ولا في الأديان ولا في الكتب الدينية ولا في الأنبياء ولا في العقل، إنما المشكلة الحقيقية تكمن فينا نحن البشر. إذن المشكلة فينا نحن البشر هي المشكلة، وعلينا أن نعود كما قلنا، أن يحيى هذا الضمير في قلوبنا، أن نحب الله سبحانه وتعالى، أن نحب الآخر ونحترم الآخر، حتى نعود كما كنا، كما كان في ميثاق وصلح ووثيقة ودستور المدينة. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الإخوة الزملاء الذين ساعدونا في هذه الحلقة بهذا الشكل الجميل، والشكر دائما وأبدا لكم أنتم يا من تستمعون إلينا وتشاهدوننا، على وشكرا لكم على مداخلاتكم واستفساراتكم. وهذا محدثكم باسم الشيخ، يستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.